زينب يعد القلب أكثر أو من الأهم أعضاء بجسم الإنسان، ويعتبر عضلة لا غنى عنه، كما يعد تناول غذاء صحي ومتوازن واتباع نظام غذائي بسعرات حرارية معتدلة أمر مهم لنقدر نحافظ على صحة القلب والتقليل من الأمراض اللي ممكن أنه تصيبه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو الدكتور نصر الزير، اختصاصي في مجال التغذية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباحكم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. قبل ما نبدأ معك بالحديث عن النظام الغذائي الصحي لمرضى القلب، خلينا نتابع مع بعض نصائح حول العادات والأغذية الصحية، وبعدها نتابع حديثنا بالاستوديو. على الرغم من أننا قد نكون على دراية بأن تناول بعض الأطعمة قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكن قد يبدو تغيير بعض العادات غير الصحية أمراً عبئاً. فإليك ثماني نصائح للحصول على نظام غذائي صحي للقلب. تحكم في كمية طعامك. تعد كمية الطعام الذي تتناوله بنفس أهمية نوعيته. الملء الزائد لطبقك، أخذ كميات إضافية، والأكل حتى الإحساس بالامتلاء يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أكبر مما يجب، لذا استخدم أطباقاً صغيرة للمساعدة في التحكم في الكميات. تناول كميات أكبر من الأطعمة المنخفضة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر الغذائية. تناول الخضروات. تعد الخضروات مصادر جيدة بالفيتامينات والمعادن، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية. اختيار الحبوب الكاملة. تعتبر الحبوب الكاملة مصادر جيدة للألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تلعب دوراً في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب. الحد من الدهون غير الصحية. إن تقليل مقدار الدهون المشبعة وغير المشبعة التي تتناولها خطوة مهمة لتقليل مستوى الكوليسترول في الدم لديك وتقليل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي. نصائح بسيطة ممكن تساعد مرضى القلب على تغيير العادات الغذائية غير الصحية. تبقوا بخير. يعني شفنا دكتور تقرير عن أهم الأغذية الصحية لمرضى القلب، خلينا نبلش فيها. شو هو الغذاء الصحيح أو نظام الغذاء الصحيح لمرضى القلب؟ بنعرف دائما عندهم حمية من الأشياء اللي فيها دسم كتير، أو يمكن مثل ما هلأ كانت سالي عم تسألك تحت الهواء عن الكوليسترول، فخلينا نحكي شوي فيه. صحيح. هلأ بداية، أمراض القلبية هي من أخطر المشاكل الصحية اللي بتواجه الناس. صح. بكفي نعرف أنه هي السبب الرئيسي للوفيات بمعظم دول العالم، فلهي هيك هي من أخطر المشاكل الصحية. ومن الناحية التغذوية هي كتير مهمة، لأنه ممكن أنه التغذية تلعب إما دور وقائي عند الناس اللي عندهم عوامل خطورة عالية، أو ممكن أنه تكون إلى دور علاجي. طبعا النظام الغذائي لمرضى القلب هو لازم يكون جزء من نمط حياة صحي، فيعتمد الشخص على نمط على نظام غذائي متوازن بدون أي زيادة أو نقصان على العناصر الغذائية. نحسب له العناصر الغذائية اللي بيحتاجها. إذا كان هو عم بيعاني من بعض الأعراض، فممكن ساعتها نحن نعمل حمية عن بعض الأطعمة اللي ممكن إنه أو يعني نخفف عوامل الخطورة اللي عنده أو بعض الأعراض، فنحن هون بصير اسمه مريض قلب، وممكن إنه نحط له الحمية التغذوية بناء على المشكلة اللي صايرة معه. نعم، لكن خلينا كمان نحكي عن المشروبات. في كتير من مرضى القلب لحالهم بيوصفوا لحالهم كمان مشروبات خاصة، بيقولوا لك هي ما بتأذي القلب مثلا، أو أعشاب، أو ممكن يخبصوا بنظام غذائي بدون الرجوع لطبيب مختص. فخلينا كمان نحكي عن هي القصة، وخاصة اللي ما بيتبعوا وما بيلتزموا مثل ما بيقولوا بأي نظام غذائي. صحيح. أنا دائما بقول لهم للمرضى اللي عندي أنه أنت لما تخبص بالأكل وتكتر من الدهون وإلى آخره، بعدين تشرب شاي أخضر، فبيوقف الشاي الأخضر بمعدتك، بيقول منين بدي بلش لبلش. هلأ نحن في عادات دائما يعني صارت متعارفة عند الناس أنه الشاي الأخضر بيحرق دهون، الزنجبيل، الليمون على الريق إلى آخره. في أشياء ممكن أنه تكون إلى حد ما صحيحة، لكن ما هي اللي بتقي من
المشاكل او الامراض للقلب وما هي اللي ممكن انه تعالج. هي من نمط من ضمن نمط الحياه الصحي اللي ممكن انه نحن نقول انه نشرب الشاي الاخضر عوضا مثلا عن المشروبات الغازيه مثلا. هذا اكيد الشاي الاخضر افضل. ممكن انه من ضمن انت غذائك تشرب الزنجبيل، لكن انت تشربه كعلاج لك فهذا الشيء نوعا ما خاطئ، لانه في بعض العادات يعني او تكتير السوائل بهالحاله هي ممكن انه يضر، ممكن انه يعمل كسل بالامعاء. دائما بنقول المشروبات الحامضيه على معده فاضيه بيشربوا دائما زنجبيل وليمون، بيقول لك هذا بيحرق الشحوم، هذا الشيء او خل هذا الشيء بيأذي الجهاز الهضمي اكثر من انه والله هو يحرق لك الدهون. دائما كمان بنخفف المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين، سواء القهوه او يعني ما نشربها بكثره، وخاصه عند الاشخاص اللي عندهم عوامل خطوره مثل ارتفاع الضغط، فهدول لازم يخففون. واكيد المشروبات الغازيه لازم نخففها. دكتور نصر، ايضا مثل ما بنعرف الاكل كثير طيب، وخاصه الاكل مثلا خلينا نقول الغني بالسعرات الحراريه، ولكن هو طبعا مثل ما بيقولوا انه الجسم بيحتاج لدسم ولكن بكميات قليله. اللي معه امراض قلب، يلي عامل حميه غذائيه، شو فيه مثلا يستعيد على انه ياخذ دسم ولكن خلينا نقول يعني شوي خفيفه، مو مثل مثلا اللي تواجد بالسمن الحيواني او بالليه مثل ما بيقولوا هدول القصص، في عالم كثير بتحبهم هدول. صحيح. هلا دائما نحن بنقول الشخص اكيد هي بتختلف يعني بشغله الدسم او الدهون بالذات، بتختلف بين الشخص اللي عنده عوامل خطوره عاليه تماما، فنحن ممكن انه نعمل له كوقايه مشان ما يصير معه امراض قلب او مريض القلب. الدهون بالذات هي اللي بتلعب الدور الاساسي، اكيد السكريات مهمه نتطرق لها بسرعه. السكريات البسيطه اللي هي بنسميها السمبل شوجر اللي هي السم الابيض، اكيد لازم الشخص يخففه، خاصه اللي عنده داء سكري هذا عامل خطوره عالي. السكري ممكن يستعيد بالسكرين، السكرين ممكن انه نحن نستعيده لكن يعني اثاره الجانبيه لبعدين. فهذا موضوع مختلف، ولكن دائما نستعيد بالنشويات على النشويات المعقده بنسميها مثل الرز مثل هالشغلات، هي بتكون يعني افضل من انه السكريات البسيطه. هذا من ضمن نظام غذائي بيكون متوازن ومحطوط به ومحسوب بنسبه بسعرات حراريه معينه. البروتين دائما بنفضل انه يكون نباتي اكثر من انه هو يكون بروتين حيواني، خاصه الصويا. في موضوع بدي بحب اطرق له، مرضى القلب عند السيدات عند عمر معين يعني أقل من عمر 45 سنة أو خلينا نقول من وقت ما ببلش توقف الدورة الشهرية، هون يعني في هرمون اسمه هرمون الأستروجين بيكون عم يحمي السيدة أكثر من يعني، فبيخليها هي أقل عرضة لأمراض القلب من الرجال. طبعا بعد عمر معين بتساووا بنسبة الإصابة بسبب انخفاض هذا هرمون الأستروجين. الصويا أو بروتين الصويا كأنه نوعا ما يعدلنا الأستروجين خاصة عند السيدات، فبننصح أنه السيدات يقلبوا على البروتين النباتي وخاصة الصويا. هلأ بما يخص الدهون، هون نحن منفرق بين شخص عنده عوامل خطورة فهون نحن بدنا يعني نخفف له كمية الدهون، وبين أنه هو عنده أمراض فلا نعمل له حمية شبه كاملة عن الدهون. الدهون يعني تنقسم لدهون إما بنسميها دهون مفيدة اللي هي الأوميغا 3، الأوميغا 9، الأوميغا 6، أو حتى الأحماض الموجودة بزيت الزيتون. هدول بتكون مفيدة، دراسات كتير شافت أنه هي ممكن أنه تخفض الكوليسترول، تخفض الشحوم الثلاثية، وترفع شيء اسمه الكوليسترول الجيد اللي هو HDL، وهذا مهم أنه يكون مرتفع على حساب الكوليسترول السيء اللي هو ال LDL. وجدت انه النوع من الدهون هاد بيرفع هالاحماض الدهنيه او بيرفع الكوليسترول الجيد وبيخفض هالكوليسترول السيء والشحوم الثلاثيه، مقارنه بما يسمى بالدهون المشبعه. طبعا الدهون المشبعه تعريف كيميائي نحن ما راح نفوت فيه، بس بكفي انه نعرف الدهون المشبعه اللي هي موجوده بالليه، موجوده بالدهون الحيوانيه. طبعا نحن بنقول دائما انه 7% من النظام الغذائي كامل يعني 7% منه يكونوا من الدهون المشبعة. وبالتالي إذا أجى عندي شخص عالي الخطورة وقال لي أنا بدي أكل ليه، أوكي ما في مشكلة فيك تأكل ليه يعني، بس بنسبة قليلة. أما مريض القلب لا، مفضل أنك لا أنت تبتعد عنه. بس الشيء اللي نحن لازم نبتعد عنه نهائيا هي الدهون المتحولة أو اللي نسميها ترانسفات اللي تتواجد بالسمنة النباتية. هون العوامل الخطوره. في كثير لغط بين الناس بيقولوا لك ايه هي سمنه نباتي، هي سمنه حيواني، السمنه النباتي نباتات افضل. لا،
هذا الشيء خاطئ كليا. دائما نحن الدهون الحيوانيه في بيكون نسبه منها بتكون هي عديده اللا اشباع او ما انا مشبعه لما يتم تحويلها اسمها دهون متحوله. النبات ما بيطلع سمنه، النبات ما بيطلع دهن، هو عباره عن زيوت. لما حول لسمنه نباتي اذا انا عم حول عم بعمل عمليه تحويل، وهون الخطوره، وهون اللي بتزيد عوامل الخطوره وهي بنسميها السم القاتل بالنسبه لمريض القلب، واللي هي السبب الرئيسي بتصلب الشرايين وزياده الاعراض. لهيك بنقول 2% او اقل من النظام الغذائي ككل لازم يحتوي على دهون متحولة. نعم، يعني كثير من المعلومات أعطيتنا إياها، ونحن دائما عنا أسئلة لكل يمكن تفصيل صغير وخاصة بما يتعلق بالغذاء. بالحلقات القادمة رح نحكي أكثر بالتفصيل بمواضيع طبعا بتهم كل العالم. شكرا لوجودك دكتور نصر على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. يسعد صباحكم. شكرا لكم.